السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحشتوني والله، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. حقيقة ده أول يوم ليا في الغربة، وإحساس الغربة إحساس مؤلم جدا، إن الإنسان يلاقي وحده في الدنيا دي وحيد في بلد ما هياش بلده، فبيشعر بمرارة الغربة. لكن لما جيت الغربة ووجدت احتفال اخواني واستقبالهم اخواني واصدقائي وطلابي وقرايبي وحبايبي، زالت الغربة من قلبي الى حد كبير جدا جدا. لكني تذكرت تلك الغربة التي لا نجد فيها لا صديق ولا انيس ولا قريب ولا ولد ولا زوجة ولا ام ولا اب ولا اي حد في الدنيا، ولا حتى مال ولا بنون. غربة الانسان في القبر، في اول ليلة هننزل فيها القبر، يا ترى الغربة ديت هنلاقي حد هيستقبلنا هناك؟ هنلاقي قريب أو صديق أو حبيب هيكون في استقبالنا ويحتفي ويحتفل بينا علشان ما نشعرش بالغربة؟ أعتقد إن إحنا محتاجين نفكر بدل المرة 1,000,000,000 مرة على غربة القبر. ربنا يا رب يؤنس وحشتنا ويرحم غربتنا في قبورنا وينور قبورنا ويجعلها روضة من رياض الجنة. فعايزين نتجهز من دلوقتي. الواحد قبل ما بيتغرب بيتصل بأصدقائه وحبايبه وقرايبه وتلاميذه والمقربين إليه علشان يستقبلوه، عشان ما ينفعش ينزل المطار ما يلاقيش حد في استقباله، ما ينفعش يروح المكان دوت وما يلاقيش حد يعني بيعد ليه سكن أو سيارة أو غير ذلك. في القبر أنت محتاج تجهز كل حاجة بنفسك، محتاج تجهز صلاة تنور بيها قبرك، محتاج تجهزي حجاب تنوري بيه قبرك، محتاج ان انت تجهز ذكر لله سبحانه وتعالى، عبادات قلبيه وعبادات ماليه وعبادات بدنيه. محتاج ان انت تقرب من ربنا كل يوم، محتاج انك تجهز نفسك وتجهز نفسك وتجهز نفسك 1,000 مره لهذا اليوم. يتبع الميت ثلاثه، ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ولا يبقى الا عمله. جهز نفسك وظبط عملك علشان تلقى الله سبحانه وتعالى بعمل تكون أخلصت فيه النية لله واتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر ربنا على قد ما تستطيع، يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا تنسى وردك من القرآن، لا تنسى ولو ركعتين قيام ليل، لا تنسى ولو انفاق بعض الدراهم سبق درهم 100,000 درهم، لا تنسى ان انت تصل ارحامك، لا تنسى بر الوالدين، لا تنسى الاحسان الى زوجتك واولادك، لا تنسى الاحسان لكل المسلمين بل ولغير المسلمين، لا تنسى الدعوة إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا تنسى أن أنت تعمر قبرك بالعمل الصالح عشان لما تنزل القبر هيكون في استقبالك منكر ونكير، هيسألوك الأسئلة اللي كلنا عارفينها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لو كنت عايش لله هتقول ربي الله، لو كنت متبع النبي عليه السلام هتقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كنت عايش يعني لهذا الدين هتقول ديني الإسلام. يبقى إذن أنت عايش لله وعايش لاتباع رسول الله وعايش لهذا الدين العظيم الإسلام. حينما تسأل ماذا قدمت لهذا الدين، اسأل نفسك أنا قدمت إيه لدين الله سبحانه وتعالى. حينما تعمر قبرك بالعمل الصالح سيدخل عليك ويستقبلك عملك الصالح، ويأتي في صورة رجل جميل الوجه أبيض الثياب جميل الرائحة، فتقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، فيقول: أنا عملك الصالح. أرجوكم جميعا جهزوا نفسكم للغربة اللي ما يكونش في حد فيه في استقبالنا إلا العمل الصالح. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وينور قبورنا بالعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.